بعد الكلام بدي نتفك بس توصل بدي نتفك. طب صار لي ساعة ناطرة طيب احكي لحالي كمان صايرة. هاي أنجو. حياتي. شو في؟ أنجو سوري حبيبي. حياتي. سوري تأخرت عليكي بعرف. إنه كنت بدي بعدلك يعني بس. رايحوا رايحوا. رايحوا. شو بها السيارة؟ ما بها شيء. ما بها شيء؟ لا. ليه عم يدفشوا لك؟ هول الشباب بيشتغلوا معي، هول دفيشة. دفيشة؟ ايه. شو يعني دفيشة؟ ما الشباب هول بيشتغلوا مستأجرهم أنا يعني اكتشفت إنه حسابياً طلع العملية أوفر لي. أوفر لك؟ كيف يعني؟ الشاب منهم بكلفني بالشهر 250 دولار، يعني ثلاث شباب 750 دولار بالشهر. ايه. فحسبت أنا إذا بدي أعبي بنزين للسيارة. ايه. حسابياً بدي البنزين بده يكلفني أكثر من الشباب. فاستأجرت الشباب وهيك بوفر بنزين وهني بدفشوا. برافو عليك. شو رأيك؟ فكرة حلوة. أوفر بكتير من البنزين. إنه إيه؟ طيب يلا بدك نطلع ننزل له. وين عبالك نروح؟ جميزي. جميزي. شباب جميزي. عالجميزي. عنا شوية طلوع ها بدنا نشد حالنا شوية. فبدنا نسكع. أنت أنت يا بدك تشد حالك شوي. يلا لنشوف. عم فكر افتح شركة دفيشة. شباب بدنا نشد حالنا شوي هلا رح بتريحوا بالنزله بس في عنا طلوع بعدين ها. يعطيكم العافية. ايه. بتطعميهم وبتشربون وهيك؟ كل شيء يا حسابي، بضل أوفر من البنزين. ايه أكيد. يلعن أختي البنزين شو صار غالي. والله سريعين ها؟ ايه. يلا شباب.